في سائر علماء المسلمين، توجهوا إلى الله في أن يبارك في علمائنا، أن يمد في أعمارهم، أن يعينهم على ما أقامهم عليه، أن يجمع بين قلوبهم، أن يوحد صفوفهم. نسأل الله البركة للكبير والصغير في هذا البلد وفي بلاد المسلمين. تعالوا بنا في خاتمة هذا المجلس نوجه قلوبنا إلى الله، لكن نريد ننصرف قبل الدعاء، نريد ننصرف بثلاث تذكيرات سريعة. الأول الحب، أعظم ما يعطي الله القلوب نعمة الحب. اعتنوا بالمحبة، أحبوا بعضكم البعض، هذا من حب الله وحب رسوله. أحبوا أوطانكم وبلدانكم، أحبوا إخوانكم، أحبوا جيرانكم، أحبوا أصحابكم، أحبوا مخالفيكم وأحبوا لهم الخير. انشروا المحبة، فإن المحبة أساس في السير إلى الله. الحرص على التناصح فيما بيننا البين، هذه النقطة الثانية. دوام الإلحاح على الله ودوام الدعاء والوقوف ببابه. تذكروا إخوانكم من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في دعواتكم، في توجهاتكم في هذه الليالي الشريفة المباركة. لكم إخوان في فلسطين يعانون، أسأل الله أن يفرج عنهم. لكم إخوان في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي البلقان، كم سأعدد. وجهة القلوب إلى الله عز وجل عليها المدار والمعول. اللهم ارزقنا الصدق يا كريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وإمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نتوجه إليك في ساعتنا هذه بقلوبنا وألسنتنا وأسماعنا، راجين فضلك وإحسانك وجودك وامتنانك. اللهم إنا نسألك أن تقبل هذه المجالس عندك. اللهم اقبل هذه المجالس من المتكلم والسامع والساعي والخادم. اللهم اقبل من الجميع ما وفقتهم إليه. اللهم إن الأعمال مهما كانت إن لم تخلص إلى ساحة القبول فهي هباء منثور. اللهم تقبل منا هذه المجالس واجعل لها قبولا في السماء ونفعا في الأرض. اللهم بارك في إخواننا الذين حضروها وترددوا عليها واستمعوا إليها. اللهم اجعلها حجة لنا ولا تجعلها حجة علينا. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم وما شابها من شائبة رياء أو سمعة أو عجب أو التفات إلى الخلق أو نقص أو خطأ أو تقصير أو نسيان، فنسألك اللهم أن تعود عليه بعوائد فضلك وإحسانك وجودك وامتنانك. نسألك اللهم أن تنظر إلى هذه المجالس نظرة رضا من حضرتك، فإنك إذا رضيت عن أمر باركت فيه ووفقت أهله إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا الإخلاص في المعاملة. اللهم ارزقنا اليقين. اللهم حققنا بحقائق اليقين، علمه وعينه وحقه. اللهم إن ذنوبنا كثيرة وأمراض قلوبنا خطيرة، وليس لنا رب غيرك نتوجه إليه، وليس لنا إله سواك نلجأ إليه. نلجأ إليك وإلى فضلك وإلى إحسانك وإلى جودك وإلى امتنانك، أن تنظر إلى قلوبنا نظرة الرضا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم عافي قلوبنا. اللهم إن قلوبنا مريضة فاشفها. إلهنا وسيدنا، ليس لنا رب غيرك ولا إله سواك، فنلجأ إليها نحن الآن بين يديك والحال لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فأتينا وارتكبنا، وعزتك وجلالك ما فعلنا ذلك، ولا تركنا ما تركنا استخفافا بأمرك ولا استهزاء بنهيك. كيف وأنت ربنا وإلهنا وسيدنا وخالقنا، غير أن أنفسنا الأمارة بالسوء، ها نحن الآن بين يديك ملتجئين إليك، راجين فضلك وإحسانك.
اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، طهرنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم من صحت نيته في هذه المجالس فاقبل منه ذلك، ومن لم فهب للمسيء منا للمحسن يا كريم. إلهنا وسيدنا، إن الأمور بخواتيمها، وها نحن في خواتيم هذه المجالس، فاجعلها خاتمة رشد يا كريم. اللهم اجعلها خاتمة رشد يا كريم. اللهم وإذا حانت ساعة الانتقال ونادانا منادي الرحيل والزوال، فنسألك اللهم أن تحين هذه الساعة علينا وقد أصلحت قلوبنا، وقد رزقتنا حسن الإقبال عليك، وقد رقيتنا في مراتب المعرفة بك، حتى لا تأتي هذه الساعة إلا وقد أشرق على جنبات قلوبنا من أنوار الشوق إليك محبتك ما نتهيأ به لرضوانك الأكبر، ونأمن به مما نخاف ونحذر. اللهم فإذا حانت الساعة فخفف عنا سكرات الموت، اللهم خفف عنا سكرات الموت، واجعل ملك الموت بقبض أرواحنا شفيقا رحيما. اللهم وإذا استلت الروح عن الجسد فعلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا أوينا إلى القبور فارحم غربتنا وحشتنا وذلتنا، ثبتنا عند السؤال، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اجعل قبورنا من رياض الجنة، واجعل بيننا وبين غضبك وسخطك وقاية من رحمتك وجنة. اللهم وإذا جاء يوم الحشر والنشر ونفخ النافخ في الصور مرة ثانية، فجمعنا وجميع الخلائق فتحت ظل عرشك، اللهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم وعلى حوض نبيك فاجمعنا أجمعين، واسقنا من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.